الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم أحبائي التلاميذ في سلسلة دروس مادة الاجتماعيات للصف الخامس الابتدائي. موضوعنا اليوم هو العراق موطن العلم والعلماء، صفحة 65. لو نلاحظ الصور، رقيم طيني يمثل نظرية رياضية، مخطوطات عربية، كذلك خريطة تراثية لمدينة الكوفة، كذلك علم النبات عند العرب المسلمين. كل هذه الصور تدل على أن العراق موطن العلم والعلماء. مقدمة: إن أجدادنا العراقيين القدماء اهتموا بالعلم كثيرا. طبعا أحباء التلاميذ، هنا تأتي على شكل سؤال املأ الفراغات التالية: إن أجدادنا العراقيين القدماء اهتموا بفراغ العلم كثيرا، كما تشير آثارهم وخاصة في حقول الحساب والهندسة والطب والفلك ومختلف العلوم الأخرى، واستمروا بتطوير علومهم في العصور اللاحقة، ولا سيما في الفترة الإسلامية بعد أن أصبح العراق مركزاً للخلافة الإسلامية، ونتيجة للتطور الكبير في فراغ العلوم والآداب. أحباء التلاميذ، نركز على الفراغات. احتمال تجي سؤال بالامتحان العلوم والآداب وحاجة الدولة إلى الموظفين من إداريين وقضاة وعمال ولاة. ضمت مدنه الرئيسية المدارس ومراكز البحث العلمي، وجذبت العلماء من كل البلدان والأقاليم، وذكرت المصادر وجود أكثر من فراغ 30 مدرسة ببغداد، ومن أشهر المدرستين فراغ وفراغ، المدرسة النظامية والمدرسة المستنصرية. نركز على الفراغات أحباء التلاميذ. ملاحظة: سوف نتطرق في هذه المحاضرة لموضوعين مهمين جدا، المدرسة النظامية كذلك المدرسة المستنصرية. والمدرسة اللي يتسنى للتلاميذ تحضير المدرسة النظامية والمدرسة المستنصرية، حفظها وتحضيرها بشكل جيد. المدرسة النظامية، هنا تأتي المدرسة النظامية بشكل تعريف، اسمها وسبب تسميتها. أخذت المدرسة النظامية اسمها من اسم مؤسسها الوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي، وهي من أولى المدارس في بغداد والعالم، حيث اكتمل بناؤها في سنة 459 للهجرة. هنا سؤال أحباء التلاميذ، متى اكتمل بناء المدرسة النظامية؟ راح تجاوبون: اكتمل بناء المدرسة النظامية في سنة 459 للهجرة. احتوت المدرسة النظامية على مساكن للطلاب والأساتذة. سؤال: على ماذا احتوت الدراسة في المدرسة النظامية؟ هنا ملخص المدرسة النظامية. أحباء التلاميذ، إنه الملخص ياريت تكتبونه، وحتى يتسنى لكم حفظه بشكل سلس ويترسخ في أذهانكم. احتوت المدرسة النظامية على مساكن للطلاب والأساتذة، فضلاً عن قاعات الدرس، وعين لها المدراء النظار، يعني مدير، والمشرفون والكتاب. الكتاب يعني قصدهم كاتب، وكانت الدراسة فيها على شكل حلقات. هنا سؤال: كيف كانت الدراسة في المدرسة النظامية؟ كانت الدراسة في المدرسة النظامية على شكل حلقات، يرأس كل حلقة أحد الفقهاء، وتدرس فيها المواد العلمية المعروفة كعلوم القرآن والحديث الشريف والفقه وعلم الكلام والنحو وغيرها، إذ كان الطلاب يتعلمون ويسكنون ويتناولون الطعام فيها مجانا، ويتعودون على الطاعة والنظام ضمن مناهج الدراسة.
ويطبقون قوانين الدولة بنزاهة وأمانة. هنا سؤال جدا مهم، كيف كانت الدراسة في المدرسة النظامية؟ أحباء التلاميذ نعيد، كانت الدراسة في المدرسة النظامية على شكل حلقات، يرأس كل حلقة أحد الفقهاء، وتدرس فيها المواد العلمية المعروفة كعلوم القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه وعلم الكلام والنحو وغيرها، إذ كان الطلاب يتعلمون ويسكنون ويتناولون الطعام فيها مجانا، ويتعودون على الطاعة والنظام ضمن مناهج الدراسة، ويطبقون قوانين الدولة بنزاهة وأمانة. كانت مكتبتها خزانتها تضم زها 6000 مجلدا من أمهات الكتب والمخطوطات النفيسة. ثانيا، المدرسة المستنصرية. هنا نتطرق إلى اسمها وسبب التسمية. لقد سميت المدرسة المستنصرية نسبة إلى الخليفة العباسي المستنصر بالله، الذي بناها سنة 631 هجرية، وما زالت بنايتها قائمة حتى الوقت الحاضر. تذكر العراقيين بعظمة تراثهم العلمي والثقافي، ولأنها تعد أول جامعة إسلامية متخصصة في العالم بمفهوم الجامعة الحديث. هنا أعزائي التلاميذ تعريف المدرسة المستنصرية، اسمها وسبب التسمية. لقد سميت المدرسة المستنصرية نسبة إلى الخليفة العباسي المستنصر بالله، الذي بناها سنة 631 هجرية، وما زالت بنايتها قائمة حتى الوقت الحاضر. تذكر العراقيين بعظمة تراثهم العلمي والثقافي، ولأنها تعد أول جامعة إسلامية متخصصة في العالم بمفهوم الجامعة الحديث. اهتمت المدرسة المستنصرية بدراسة علوم القرآن الكريم. سؤال، بماذا اهتمت المدرسة المستنصرية وما أهم كلياتها؟ اهتمت المدرسة المستنصرية بدراسة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والفقه وعلوم اللغة العربية وعلم الطب والرياضيات والفرائض والتركات ومنافع الحيوان. ماذا ضمت؟ ضمت هذه المدرسة 4 دور، الدور بمعنى كليات، وهي دار القرآن الكريم، ودار السنة النبوية الشريفة، ودار الفقه، ودار الطب. بماذا تميزت المدرسة المستنصرية؟ السؤال، بماذا تميزت المدرسة المستنصرية؟ جواب، تميزت المدرسة المستنصرية عن غيرها من المدارس بأمرين مهمين. أولاً، طبعا هذا أعزائي التلاميذ سؤال جدا مهم، بماذا تميزت المدرسة المستنصرية؟ نركز عليه. أولا، دفع الرواتب النقدية والعينية الشهرية واليومية إلى الطلاب والمدرسين والموظفين، وكانت تضاعف لهم في شهر رمضان المبارك. ثانيا، تأسيس حمام للإغتسال لخدمة جميع الطلاب والعاملين فيها، وهو عمل له لم يسبقه مثيل من قبل، وهذا دليل على الاهتمام بالنظافة الشخصية، لأن النظافة من الإيمان. سؤال، كيف يتم اختيار طلاب المدرسة المستنصرية ومدرسوها؟ أعيد السؤال أحباء التلاميذ، كيف يتم اختيار طلاب المدرسة المستنصرية ومدرسوها؟ الجواب، كان طلابها يتم اختيارهم من الفقهاء النابهين ممن لديهم الكفاءة العلمية سواء في التأليف أو النقاش، ولم يتجاوز عددهم 300 طالب، كما يتم انتقاء كبار المدرسين والشيوخ من العراق والبلدان الإسلامية المجاورة، من الذين عرفوا بالبحث وألفوا العديد من الكتب
للتدريس فيها. ضمت المدرسة المستنصرية مستشفى تعليمي لتعليم الطب. هنا سؤال أعزائي التلاميذ، نركز. سؤال: ماذا ضمت المدرسة المستنصرية؟ ضمت المدرسة المستنصرية مستشفى تعليمي لتعليم الطب ومعالجة المرضى مجانا، وخزانة كتب عامرة بأنواع الكتب. وقد ذكر أن الخليفة المستنصر أهدى إليها 80,000 كتاب، وألحقت بالمدرسة مساكن للطلبة والمدرسين أي الأقسام الداخلية، ويتناولون فيها الطعام مجانا من مطبخها. هنا الصورة تدل على أن طبيب عراقي يصف دواء من مخطوطة عربية إسلامية. إلى هنا انتهى الدرس أعزائي التلاميذ، ألتقيكم في محاضرة أخرى بإكمال الفصل الثالث. شكرا لكم.